يريدون بعد الشباب أن يعالجوا البواسير. نعم. وهي البواسير هي هي جاءت من ليست مرض من حد ذاته، ولكن هي مضاعفات مشكل الإمساك الحاد. هي البواسير هي مضاعفات. وهنا نصل إلى تجانس الغذائي. فيعني أفصل الذين يتغذون على النبات. وهنا في كان تناقض، لأن في السبعينيات والثمانينيات هذا الطرح الذي سأقوله لا يمكن أن يصدقه الطب يعني في السبعينيات، لكن الآن هو والعلم طبعا متكامل. يعني هذه الأبحاث العلمية يتتوالى، وما كان صحيح في السبعينيات هو خطأ الآن يعني، وربما هذه الأشياء ربما تصبح خطأ بعد يعني 2020، من يدري. لكن هذا هو العلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نناقش فقط، نحن نناقش هذه الأشياء يعني. فبعض الناس يتصلون ليل نهار، أنا عندي مرض كذا ماذا أفعل؟ يا سيدي أنا بالهاتف أعالجك بالهاتف، هذا ظلم، أنا سأكذب عليك، أنت تريدني أن أكذب عليك، فلماذا يتصلون بي الناس؟ فحتى الأطباء الآن يعجزون عن العلاج بملف يعني ثقيل جدا، في أشعة وفي إيكوغرافيا وفي تحليلات، والشخص يتصل بالهاتف هكذا يعني. وهناك من يعني ضجر، وهناك من لم يعجبه هذا الأمر، وأنا لن أكذب على الناس ولن أخرج عن تخصصي ولن أكون تاجرا إن شاء الله. هذه هذا العلم يعطى للناس، لأن هذا المنبر هو منبر العلماء وليس منبر. فهذا التجانس الغذائي الذي تكلمت عنه، ولما نأكل نبات، الذين يتغذون على النبات، يكون الفضلات تخرج بسرعة، يعني بما أن الجسم لا يمتص السموم، لأن هذه السموم هي التي تحبس المركبات والاقتياتيات يعني التي يحتاجها الجسم. فالفضلات هذا يعني الأكل يمر بسرعة من الجهاز الهضمي، معنى أن معنى الخلايا الجهاز الهضمي، خلايا القولون على الخصوص، لا تتعرض للضرب ولا تتعرض للضرب بجذور حرة، يعني لا تتعرض للتخريب. ولو أن كميات الاقتياتيات قليلة في النبات، فهذه يعني التردد أكل النبات وإخراج هذه الفضلات بسرعة، فالجسم يمتص ما يكفيه من هذه المكونات، لأن لا يحتاج إلى 20 أو 25 ملي جرام حديد في، ولا يحتاج يعني كمية كبيرة. وكذلك الكالسيوم، يعني كالسيوم موجود في كل الأغذية، لماذا الناس يتشبنون بمشتقات الحليب؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا نرضع الرضاعة سنتين، ثم لماذا يفطم هذا 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 الصبي؟ لماذا يفطم؟ لأن جسمه أصبح قادرا على أخذ الكالسيوم وأخذ الاقتياتيات من الطبيعة، ولا يحتاج حليب. منذ أن يفطم فلا يحتاج حليب. يعني لماذا الآن يريدون أن يجعلوا هذا الحليب مقدس؟ ليس هناك غذاء مقدس، كل الأغذية صالحة للناس، ولا نفضل شيء على شيء إلا التوازن بين النبات والحيوان. إذا الإنسان طبع نباتي، إذا غلب الحيوان فيصاب بكل الأمراض. الطبع هو نباتي، ولكن لا نحرم ما أحل الله. فاللحوم حلال، لكن تبقى يعني ظرفية، يعني مرة في الشهر ضيوف أو وليمة أو أشياء هكذا. نعم تبقى ظرفية، ليست أصلية في التغذية، هي ثانوية أو يعني أكثر. فالإنسان وحتى سيدنا آدم يعني لما كان في الجنة كان طبعه نباتي، كان يأكل التمرات. يعني هذه فهذا التوازن أو التجانس الغذائي، لما نأكل نبات أن خلايا الجهاز الهضمي لا تتعرض للتخريب بالجذور الحرة. والجذور الحرة لا توجد في النبات، لا وجود لها في النبات، بمعنى أن الجهاز الهضمي يبقى 100% جيد. أما لما نأكل لحوم، فاللحوم فيها جذور حرة هي التي تسبب تحمض الدم، هي اللحوم والألبان والسكر. فإذا أكلنا لحوم بكثرة ولم نأكل نبات، فتتعطل هذه الفضلات، ثم كثرة البروتينات يعني ستجعل هذه المواد لا تمر إلى الدم. البروتينات تحبس امتصاص الحديد وامتصاص الكالسيوم وامتصاص الأملاح الجيدة، المغنيسيوم والمونغانوس، وتحبس امتصاص الفيتامينات، وتحبس امتصاص حتى الحمضيات الدهنية. يعني هذه فهنا فين كاين المشكل، لما يعني تبقى هذه الفضلات لمده طويله في البول يعني في القولون،
فهذه الخلايا تتعرض للتخريب تحت تأثير الجذور الحرة، ثم أن الامتصاص يبقى متواصل، حيث أن الجسم يمتص أشياء سامة مثل المعادن الثقيلة مثل التوكسينات، عليه توكسينات متعددة، إما التوكسينات التي تأتي من الخارج مثل المايكوتوكسينات، أو التوكسينات التي تتكون داخل الجسم، أو يعني التي تفرزها البكتيريا، يعني مثل الأنتيروتوكسين التي يفرزها ستافيلوكوكس، والتوكسين التي تفرزه الإيكولاي، والتوكسين التي تفرزه السالمونيلا، يعني علينا هذه جراثيم تفرز توكسينات ثم ممكن أن تمتص. ولذلك نلاحظ على أن الجسم الذي يقتات على النبات وعلى الطازج، لماذا الطازج؟ لأن الأشياء الحية، الأشياء الطازجة أو النية، أي أشياء حية فيها أنزيمات وفيها مضادات الأكسدة وفي عوامل تجعل هذا الجسم يكون يعني تساعد على الامتصاص. أكيد أكيد تساعد على الامتصاص، وهي هي التي تحفز يعني الامتصاص. فالأنيميا الحديد باش عليكي الناس ربما غادي يبقاو يعني كل اللي عنده شي مرض غادي يبقى ينتظر الحل. الحل هو حل واحد لجميع الأمراض، الناس خصهم يفهموا هشاشة العظام والحديد والتوتر العصبي والأشياء هذه، الخلل الهرموني عند النساء، هذه كلها أمراض تمثل في نفس الاتجاه. الأمراض المناعية من السكلروزيس، يعني هذه التصلب اللوائحي، وحتى التوحدي عند الأطفال، يعني الليبيس، وحتى البسورياسيس، الأمراض الجلدية وما إلى ذلك، هي تدخل في هذا المضمار. ف يعني الأشخاص اللي عندهم مثلا أنيميا، فهذه الأشخاص يجب أن يتوقفوا عن تناول اللحوم أولا، تناول المواد الصناعية، لأن تخلف جذور حرة هي تغلق أو يعني تنقص من نشاط الخلايا التي تمتص، ثم يتناول أشياء طبيعية، ويتناول غذاء نباتي يعني ب90% أو 95%. لأن غالبا دكتور الذين يعانون من الأنيميا ينصح لهم بتناول اللحوم، يعني مثل الكبد وأيضا العدس. هذا ليس تخصص، هذه فلسفة، هذا ليس علم، هذه فلسفة. لماذا؟ لأن الأطباء يعلمون أن الكبد واللحم هو المصدر يعني الغني بالحديد، نعم، لأن الهيموغلوبين، يعني اللحوم فيها الميوغلوبين، طبعا الحديد موجود في اللحوم الحمراء، ولكن يعني يجب أن نعرف السبب الأنيميا. فهذا الشخص الذي وصف له الطبيب اللحم ويأكل لحم مرتين في اليوم، أكيد هذا دليل على أن يعني هناك خلل، ليس في كمية، هو خلل في الامتصاص وليس كمية الحديد. فالشخص يأكل اللحم ليل نهار، ثم ينصحه الطبيب بأن يأكل اللحم لأن فيه حديد. هناك، ولذلك تكلمت في الأول بأن هناك أخطاء الآن يعني خطيرة جدا، فيجب أن يمتنع الشخص أولا عن تناول الحابسات التي تكبح الامتصاص، اللي هي الطبخ في الألمنيوم، واللي هي مواد بلاستيك، واللي هي المبيدات، واللي هي المضافات الغذائية. المضافات الغذائية يعني هي العدو رقم واحد للامتصاص. يعني المونوسوديوم جلوتاميت، هذا الملح الصيني، والاسبرتيم، والسايكلامات، الطوماتين، هذه المحليات الكيماوية، ثم البنزويت والسوربيت، هذه التي نجد، ثم النيتريت، ثم الأشياء التي نحفز بها هذه المواد، الكاراجينينات، المسائل هذه التي تضاف إلى الأغذية مثل الملونات، يعني هذه الملونات الكيماوية، مثل التارترازين، مثل الألوراويد، مثل البونسوفور آر، مثل هذه الأشياء، الأنديجو كاربين، مثل هذه كل الملونات يعني التي تضاف إلى الأغذية، الملونات والمضافات الغذائية مثل المحفظات، ثم الطبخ في الألمنيوم والأكل في البلاستيك، ثم الطبخ على شكل القلي في الزيت. لماذا؟ لأن البيروكسيدات والميلانويدات، وهذه البيروكسيدات والميلانويدات هي التي تكبح حتى الأنزيمات على مستوى المعدة، هي كابحات للبيبسين، هذه الموجود في المعدة. فهذه كابحات الامتصاص، اللي عنده أنيميا وعنده نقص في الكالسيوم وعنده توتر عصبي، نقص في المغنيزيوم، واللي عنده خلل هرموني مثلا مثل النساء. النساء لماذا عنده خلل هرموني؟ لأن طغيان الكوليسترول على الفيتوستروجين. الحل سهل، وأنه يجب أن تتوقف المرأة عن تناول اللحوم والألبان، ثم تستهلك نبات فتحد من الكوليسترول وترفع عن مستوى الفيتوستروجين، ولا يكون لها أي مشكل بالنسبة للهرمونات. ويجب أن يعلم الناس أن هذه الطرق هي الرجوع، يعني نرجع بالجسم إلى أصله أو إلى حالته الطبيعية، هو لا يكون في يومين وثلاثة أيام،
مع الأشخاص يقول لك أنا تبعت النظام لمدة 6 أشهر لم أرى شيء، يجب أن تتبع هذا النظام 6 أشهر وعشر سنوات، لأن الجسم الذي تسمم 30 و40 سنة يجب على الأقل أن يعود إلى 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 حالته الطبيعية في 4 أو 5 سنوات على الأقل. أتلقى رسائل الآن، الذين بدأوا في 2006 أتلقى رسائل الآن بأن الحمد لله هم أطفالهم أصبحوا بخير، على الأقل تعودوا على نظام العيش الطبيعي والبسيط. أنا أقول البسيط ليس الطبيعي، البسيط، نظام بسيط في فواكه، في شيء خذ نشويات، في خضر، زيت الزيتون مكون أساسي بالنسبة للتغذية، زيت الزيتون مكون أساسي استهلاك يومي لزيت الزيتون. هذه طرق الطهي اللي عندنا، طرق الطهي الآن. إذا أخذنا مقليات ومشويات، ونلاحظ على أن الموائد الآن فيها أكثر من 50% مقلي، إلى الناس غير يعني تفادوا المقلي، تفادوا المقلي والحلويات، لن يكون لديهم أنيميا ولا هشاشة عظام. ولن يكون يعني حتى خلل هرموني. لماذا؟ لأن هذه المكونات التي نأخذ هي لا تصلح لجسمي، مسممات، ليس مسممات غير مباشرة، معنى أنها تحبس امتصاص على مستوى القولون. ثم هذا الأكل الذي لا تأخذ منه أي شيء، لماذا تأكل هذا الأكل؟ ليس كمية الأكل، معنى 2 كيلوغرام في اليوم ولا 3 كيلوغرام هي المهم، لكن كمية التي يمتص منها الجسم 100% هي المهمة. ولذلك كان الناس في البوادي مثلا لا يأكلون شيء كثير، يعني خبز، زيت زيتون أو حبوب زيتون يعني مخللة أو أشياء بسيطة جدا. يعني كان حتى الطعام ديالهم هذا الكسكس كان بدون لحم، وكان يأكلون خشاش، أغذية بسيطة، ولكن الناس كانوا يعملون 8 ساعات و10 ساعات في الحقول، لم يكن يشتكون من هذه الأمراض. ولذلك فالأمريكيين عندهم قاعدة، هناك قاعدة عند الأمريكيين يقول we are living on what we are absorbing not on what we are eating. يعني نحن نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما نأكل. بمعنى أنك ممكن تأكل 4 أو 5 كيلوغرامات في اليوم ولكن لا تمتص شيء، وممكن أن تأكل 200 غرام وتمتص كل شيء. يعني هنا كاين فرق. لذلك إذا كان الأكل طبيعي ومطبوخ جيد بزيت الزيتون ومطبوخ بالمرق، يعني هذا البلول، يعني مرق الصوص، مطبوخ طبخ جيد ومطبوخ في أواني جيدة مثل الطين أو النحاس أو ستانلس ستيل، مع الأسف الشديد صناعة النحاس في المغرب يعني حتى هي أخذ دخلها، يعني بعد الدخن، بعد الصناع كيديروا واحد يضيفون معادن أخرى، مثلا النيكلايج هذا، يعني لا بد ما يديروا النحاس، ولكن النحاس من قبل تلاحظ النحاس مقارج للنحاس اللي كانوا من قبل، وهذا الأواني اللي كانت من قبل ما كانتش فيها هذا المسائل، وهذا الصناع ديال النحاس كلهم يعني الآن يقولون أن لا يمكن، أنه مستحيل أن يصنعوا نحاس بدون هذا المعدن. والنحاس يعني صنعه الإنسان منذ القدم، وممكن أن يكون نحاس خالص، وممكن أن يكون نحاس بدون هذه الأشياء التي يضيفونها، لأن هذه المادة مسممة. هذه الاشياء يعني يجب ان يتفادى الناس هذا النحاس الذي فيه هذه القشره البيضاء التي يعملونها. يعني اذا كان طلاء اذا كان من الخارج ليس هناك مشكله، لكن اذا كان من الداخل فيجب ان لا يطبخ الناس في هذه الاواني. يعني كي نوضح هذه الامور، هنا يبقى ستانلس ستيل او الانوكس بالفرنسيه، يبقى الانوكس احسن. والا كان طين وفخار مثلا في المغرب، فخار جيد غير ما يكونش ملس، ما يكونوش ملسينو، يعني كيكون في اثر الرصاص. والفخار كاين مناطق فيها فخار جيد في المغرب، فخار مثلا الشمال كيطيبوا الفخار مزيان، يعني ومنطقه تازه، حتى فخار فاس، فخار ابيض، يعني فخار جيد. غير المناطق الجنوبيه مثل اسفي ومراكش، الفخار عندهم شويه في احجار، في بعض الاحجار اما ما كيتغربلش هذاك الطين قبل ما يصنعوا منه، وكيبقى فيه هذيك الشظى، كيبقى شويه كيكون كيسيل هذا الطين هذا. اما الانسان عرف كيف يعيش، وعليه نطبخ في الطين. لماذا لا نطبخ في الطين؟ الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى من طين، وهو احسن ماده اللي ممكن ان يستعملها. من قبل كانوا الناس يخزنون الماء في الطين، ويخزنون الزيت في الطين، ويخزنون العسل في الطين، ويخزنون الحبوب في الطين، ويخزنون الدقيق في الطين، يشربوا الماء في الطين، ياكلون في الطين، يطبخون في الطين. كان جهاز هضمي 100% جيد، امتصاص 100%، لم يكن هناك هذه الامراض. اما الان الالمنيوم والبلاستيك هذه آفه الالمنيوم في المياه الان، حتى المياه الان في البوادي وفي بعض حتى المدن الان، المياه دابا يعني في قنوات من بلاستيك. علي نشوف واش البي في سي ولا البوليتيلين ولا يعني ما شاء الله صافي. هذا البلاستيك لا يمكن ان يكون باي بدون ضرر، ولا يمكن ان يكون بدون خطر،
ولا نحتاج أن نبين للناس أن فيه خطر. فالبلاستيك كل الناس يعلمون أصبح من البديهيات أن البلاستيك فيه خطر. يعني لا يمكن أن نقول هذا البلاستيك ليس فيه خطر. وإذا وحتى أن بعض الناس لما أتكلم معهم تقول لك من المستحيل أن ننقل الماء على 600 كيلومتر في الماء، لماذا لا ننقلها في المعادن؟ فالمغرب لديه معادن، المغرب لديه نحاس ولديه يعني كل معادن، المغرب عنده كل المعادن، لماذا لا؟ حتى من قبل يعني كان استعمال الحديد هذا الجالفانيزي، الحديد اللي كيعملوا لي واحد هذا اللي كي لا يتأكسد. أنا أفضل هذا الجالفانيزي على هذا المشكل ديال البلاستيك، لان كيف ما كان الحال يعني الضريبه يعني هذه الفاتوره سترتفع. اكيد فاتوره، لماذا؟ لان البلاستيك هو الغده الدرقيه، البلاستيك هو السرطان، البلاستيك هو الحساسيه، البلاستيك هو الخلل الهرموني، البلاستيك هو التشوه الخلقي عند الاطفال، هذو زيادات الاسمنه يعني هذا التثليث الصبغي، التثليث الصبغي هو من هذا العقم من من من, من البلاستيك. ثم يعني الخلل الهرموني عند النساء الان من البلاستيك، يعني هذا بعض الامراض المناعيه الان من البلاستيك. الجهاز العصبي الان هو البلاستيك يصيب الجهاز العصبي، ثم تكون الديوكسين. كلما كانت صناعة البلاستيك يعني مزدهرة، كلما كانت كمية الديوكسينات مرتفعة، وكلما ازداد يعني مستوى السرطان. يعني هذه فاتورة يجب أن ننظر فيها، يعني لأن الأمر ليس بالهين، وليس هكذا أن يسكت الناس على هذه الأشياء. هذه أشياء تهم الأمة، يجب يعني أن يناقشها الناس، وأن يعني أن لدينا خبراء، لدينا علماء، لدينا صناع، لدينا كل شيء، يعني فيجب أن نرشد هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا المشكل الامتصاص، مشكل الامتصاص هو مشكل تمدن، هو مشكل الطبخ السريع، هو مشكل الوجبات السريعة، هو مشكل الأكل في حالة نفسية متوترة، هو مشكل الألمنيوم والبلاستيك، هو مشكل المضافات الغذائية، هو مشكل المواد المصنعة. لماذا؟ لأن الشركات يطبخون على 120 درجة، تعقيم على 120 درجة. هناك هذول البوتيتو كريسبس، هذا اللي كنسميه شيبس بالفرنسية، هذا يطبخ على 250 درجة. يعني مادة الأكريلاميد، مادة الأكريلاميد والميلانويدات هي اللي تضرب الجهاز العصبي من جهة. فالأطفال الآن مش كيحصلوا في الدراسة في الابتدائي، الأطفال لا يعني ليس هناك يعني أقل هذا. نعم الأكريلاميد، ثم زدنا على الميلانويدات، وزدنا عليها مثلا بعض المعادن الثقيلة التي حتى البيروكسيدات لأنها هي تشوى في الزيت. فهذا ليس هناك امتصاص، ليس هناك امتصاص. ولذلك يجب أن يفهم الناس أن نقص الحديد والكالسيوم ونقص الاقتياتيات وحتى نقص الوزن عند بعض الناس، كاين النساء يشتكين من نقص الوزن. نعم. هو تسمم داخلي، هو أن الجسم لا يأخذ هذه الاقتياتيات، هو أن الجسم شخص يأكل ولكن لا يحصل على ما يحتاجه أو لا يحصل على أشياء جيدة. وهذا الامتصاص يجب أن يكون مراقب وأن يكون بالانس، يعني ميزان، أن يكون يعني ما معنى هذا الميزان؟ معنى أن الأشخاص الذين لا يذهبون إلى المرحاض يوميا، شرف الله قدر السامعين، أن هذا الشخص مريض. هذا عنده جهاز هضمي مريض، إما عنده جهاز هضمي مريض، وإما أنه يأكل لحوم أكثر من النبات، أنه مواد صناعية زائد اللحوم هي تبقى في البول، تبقى في القولون، هي لا تخرج بسرعة. فلذلك الناس اللي كيأكلوا نشويات محل القمح بالنخالة والشعير محل ذرة وقطاني مثل حمص وفول جلبان البسيلة وهذه الأشياء وفاصوليا وعدس، اللي كيأكلوا نشويات وقطاني والخضر والفواكه، هي طبعا لحوم يعني مرة أو لحوم قليلة أو شيء من السمك، هؤلاء لا ليس لديهم مشكل. ثم الحركة، الذين لا يتحركون، تتعطل لديهم الفضلات في الجهاز الهضمي. الأشخاص اللي عندهم بواسير واللي عندهم مشكل إمساك حركة، يعني لا إله، لأن الحركة مهمة جدا للجسم. لماذا؟ لأنها على الأقل هذه الدورة الدموية وحركة الجسم هي حركة جميع العضلات بما في ذلك عضلة القولون وعضلة الرحم. يجب أن يعلم الناس. فنلاحظ على أن الأشخاص مثلا اللي يكثرون جلوس، إما اللي محل الكاتبات، محل السائقين، الناس اللي كيبقوا جالسين مثلا مدة طويلة لا يتحركون ويأكلون لحوم بكثرة. الجلوس طول النهار واللحوم تساوي البواسير. تساوي البواسير وتساوي القولون وتساوي الخلل الهرموني، تساوي السمنة، تساوي التوتر العصبي، تساوي عدم امتصاص الحديد وعدم امتصاص الكالسيوم. نعم، لأن هذا أمر بسيط. ولذلك أقول أن ليس أنك تعطي للشخص شيء ثم تقول هذا يصلح للحديد وهذا يصلح للأنيميا وهذه الخلطة تصلح للتوتر، هذا كذب على الناس، هذا كذب على الناس. يجب أن نعالج المشكل من الأصل، ما هو سبب المرض أولا. إذا كان السبب موجود فليس هناك دواء. يجب أن نتوقف أولا، أن نحبس أو نوقف سبب المرض ثم نعالج المرض.
أما أن سبب المرض غير حتى السرطانات، الأطباء الآن يعالجوا السرطانات بالشيموثيرابية والعمليات، ولكن الشخص لا زال يأخذ سبب المرض. نعم. لا زال المواد المسرطنة، ويأخذ مواد مسرطنة وهو معرض للأشعة، ولبما يعمل في معمل فيه مسرطنات يشمها بأنفه. ليس هناك علاج، يجب أن نعلم سبب المرض وهذا الشخص ما هو. الأمراض تعزى إلى عدم توازن الغذائي. عدم توازن الأسباب الموجودة في عدم توازن الغذائي وطغيان بعض المواد، وأن الناس هذه المواد الصناعية. أنا عندي الآن 25 سنة أتكلم عن المضافات الغذائية وعن المبيدات، 25 سنة. نعم. مع ذلك لا زال الناس متهورون، ولا زال الناس مشكل هو يعني ربما الاعتياد على أخذ هذه المواد. الاعتياد والتهور. أنا لا لا لا، أنا التهور، كلمة التهور في محله. نعم. ربما الشخص يكون مقتنع، ولكن لما يكون ضيف أو يمر بعيش يأكل أكيد. يشرب مشروب غازي أو يأكل حلوى، يقول لك مرة أو مرتين، ولا يقول لك أنا الجسم جالي صحيح ولا حاجة. لا يعرف قيمة الصحة إلا المريض. أكيد. المريض هو الذي يعرف معنى الصحة في 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 في, في التعريف. نعم. ولذلك هذا التهور يجب أن يتوقف الناس عنه، وأن يعلموا أن الوقت ليس وقت يعني السبعينيات والثمانينيات. نحن نعم نحن نعيش في 2013 في القرن 21، ونحن نعيش في عالم يعني ملوث، وعالم في أشعة، وعالم في ساتيلايت، وعالم في تكنولوجيا، وعالم في الآيباد، وعالم في الواي فاي، وعالم خطير. حتى يعني هذه شاشة الحاسوب وشاشة التلفاز، وحتى يعني التيار الكهربائي العالي التردد، وحتى الروائح التي لا نعلم من أين تأتي، خصوصا في الليل لما تكون المعامل في الليل تعمل ثم الناس نائمون. فهذا التلوث، العالم ملوث يعني أقصى ما يمكن، ثم نضيف ملوثات للأغذية وللمياه. لماذا تضاف يا دكتور، رغم أنهم يعلمون أن هناك خطر وضرر على صحة المستهلك؟ نعم. لماذا تضاف هذه؟ هذا السؤال ليس له جواب، لأن منذ أن خلق الله الإنسان وهو هكذا، يعني هو يعلم يعني الفساد ويتمادى في الفساد. الإنسان كان يعلم الفساد، وأنا لا أتكلم عن المغرب، وأنا أتكلم عن العالم، يعني حتى أمريكا وأوروبا. هل تظنين الآن على أن المستهلك العادي في أمريكا وفي أوروبا الآن يعني يعلم هذه الأشياء؟ ولا يعلمها. هناك الآن منابر في أمريكا ومنابر في أوروبا تتكلم عن الأسبارتام، 10 سنوات الآن يتكلمون عن الأسبارتام. هل المستهلك الأمريكي والكندي والمستهلك الفرنسي والألماني والبريطاني الآن وصله الخبر؟ لا. نسبة 10 و15%، حتى أن الخبر الآن متداول في الأنترنت فقط. لماذا؟ لأن هنا هذه القوة الإعلامية، القوة الإعلامية في أمريكا، وأنا أقول قوة، لماذا قوة؟ قوة إعلامية لأنها تغطي عن الحقيقة وتظهر شيء آخر للناس. صح. نعم، وهذا هو الخطر. يعني لما كان يعني في أوائل القرن الماضي 1920-1924، لما كان مثلا الفليور يضاف إلى المياه بحجة أنه يقي من تسوس الأسنان. نعم. هل كان فعلا يضاف إلى المياه لكي يقي من تسوس الأسنان؟ لا. والعلماء الباحثين الآن في أمريكا يعرفون الحقيقة ويعني واكتشفوا هذه الأشياء. ثم أن الأشياء التي تضاف الآن يعني رسميا في الدول الغربية، أشياء تضاف رسميا. ثم برنامج اللقاحات الآن في في في, في أوروبا وفي أمريكا، برنامج اللقاح عندنا في المغرب 14 لقاح، البرنامج لوزارة الصحة في 14 لقاح. فهل هناك شخص يعلم ما هي اللقحة ما هي؟ ولا حتى الأطباء هل يعلمون هذه اللقحة ما هي؟ أكيد لا. فأنا نعم، ولذلك سؤال كينيوس هو سؤال ليس لا جواب لا. فالإنسان يعني هكذا هو يعيش وسيتمادى في هذه الأشياء. صناعة لن تتوقف، والفساد لن يتوقف، والأمراض ستزداد. وعلى الأقل يعني على الأقل شخص تكون لديه فكرة. هذه هي البرامج اللي يعني منذ التسعينيات، وانا يعني استعمل هذه الجمله. وحتى يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. الذي قال تبدوا واخشوشنوا فان الحضاره لازم. نعم. يعني هذا الحديث هو اشاره، وقد وصل اليابانيون الان ربطوا بين كثره النظافه للطفل والسكري. هم الآن وزكوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا، فهذا اخشوشنو كان رسول الله عليه وسلم يريد بها الاحتكاك بالطبيعة، مش غمشو نتوسخوا أبدا. معنى الاحتكاك بالطبيعة أن هناك أشخاص لا يجلسون على التراب،
حتى أشخاص لا يصلون على التراب. نعم. هناك يعني أشخاص يعني لا يلمسون التراب لا بأيديهم ولا بأرجلهم. نعم. وهنا هنا هناك يعني أشخاص يعني لا يقدرون حتى على البادية. ولا يقدرون حتى على شرب ماء البير ولا حتى على شرب ماء. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الاحتكاك بالطبيعة وإلى معنى الاحتكاك لا بد الطبيعة تلمس جلدك وتلمس هذا يعني مع الأسف الشديد هذه حتى المرض الناس الآن ما قادرينش على المرض يعني كي مرض مع 99 خصو يمشي عند الطبيب مع 10 وخصو يتعالج مع 11. نعم. هذا خطا. ليش؟ لان الجسم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان ما يعيد المريض؟ ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ طهور ان شاء الله. معنى طهور؟ طهور انه سيطهرك من الخطايا ان شاء الله وان سيقبل الله هذا. وكان ثم انه طهور الان احنا فسرناها بالمناعه ان المرض يزيد في المناعه لان الجسم اذا تمكن من الدفاع بنفسه عن هذا المرض فمناعته سترتفع. هذه وهذه اللقاحات التي تدخل للطفل ما هي؟ هذه اوساخ يعني كي نبسط التفسير لان ما غاديش ندخلوا في التفاصيل. هذه اوساخ يعني يلقح بها الطفل كي نضع هذا الجسم تحت هذه العوامل الخارجيه البيئيه لكي يفرز هذه المضادات ولكي يعني يقاومها. معنى زياده في المناعه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشوكه. ما من شوكة تصيب العبد إلا كفر الله بها سيئتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أولادي كانوا كيمشيوا للبادية كانت تدقهم هذيك الشوكة الهندية. نعم. هذيك أشواك يعني رقيقة جدا ولا هذيك أشواك الهندية أنا في نفسي كنت أفرح ولو أن الطفل يبكي ولكن كنت أفرح. لماذا؟ لأن وما يدريك لعل هذه الشوكة دخلت حاجة للجسم أن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة. نعم. أنا خلقها خلق لحكمة وهو الله سبحانه وتعالى يسمي نفسه وهو العليم الحكيم. أكيد. يعني هو حكيم سبحانه وتعالى. فهناك حكمة حتى بعد الناس يتجرون لما تصيبهم شوكة أو لما يسقطوا إلى الأرض ويجرح. ما يدريك ربما فيها خير فدائما أقول الحمد لله على كل حال. وهذه الأشواك يعني في الصبار أشواك الصبار هي رقيقة جدا وتصيب بعد الشعيرات الدموية الرقيقة ولا يخرج دم. الشوكة الوحيدة التي لا يخرج دم هي شوكة هذا. والله سبحانه وتعالى خلقها دقيقة ورقيقة. وأنا جد متيقن في حكمة الله سبحانه وتعالى أن فيها شيء يدخل إيجابي للجسم. أكيد. إذن دكتور شكرا لك. سنحرر أولى المكالمات تشير لإيمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم سناء من مدينة دلبجة. أهلا سناء من مدينة دلبجة. تفضلي. كان نحييكم ونحيي الدكتور السيد على هذا البرنامج القيم على المواضيع اللي كتطرحوها. بارك الله فيكم. نتمنى لكم مزيد مزيد من العطاء ان شاء الله تعالى. بالنسبه للامتصاص على حد علمي على حد علمي هو ما يعرف بالهضم. نعم. وكنا كلنا نعلم ان عمليه الهضم هي عمليه معقده. نعم. داخل الجسم. اكيد. فبالنسبه للامتصاص او هي عمليه كما قلنا عمليه معقده وعمليه مهمه داخل الجسم الا انها في المقابل نجد مقابلها سوء الامتصاص. نعم. سؤالي على حد علمي انا كما قلت لكم ان الامتصاص وسؤالي المتعبد فعمليه الامتصاص بحد ذاتها. نعم. تكون في وقت معين. نعم. هل مثلا اذا الجسم عنده واحد العمل يعني بحال البرنامج. نعم. ممكن من وقت 11 ليلا. نعم. تكون عمليه الامتصاص. نعم. وفي هذا الوقت نجد ان نحن الانسان لا يعي بهذه العمليه. اكيد. الانسان يبقى يكون ما وراء هذه عمليه الامتصاص فيخرب تلك العمليه. اكيد. والسؤال المطروح فعلا واش هناك وقت معين لعملية الامتصاص داخل الجسم. نعم. والسؤال الثاني هو سوء الامتصاص لا يمكن لنا معرفته فما هي هذه العلامات التي تظهر من عملية سوء الامتصاص كيف لنا أن نعي بها وهل هو في حد ذاته مرض؟ أكيد مرض لأنه تقريبا العديد من الأمراض. نعم. إذا شكرا لك سيدة سناء من دلبجة. شكرا.
نعم أكيد الامتصاص هو مرتبط بالهضم عليين، إما أن نتكلم عن الهضم أو أن نتكلم عن الامتصاص. إحنا تكلمنا عن الامتصاص، لماذا؟ لأن الامتصاص يأتي بعد الهضم. نعم. وهذا الامتصاص هو عن على يعني إيجابي وسلبي. عدم امتصاص الأشياء التي تنفع الجسم هو اللي تكلمت عليها الأخت سنة جزاها الله خيرا، ولما الجسم لا يمتص الأشياء التي يحتاجها فهذا نعم. يسمى عندنا سوء الامتصاص. نعم. ربما يجي من سوء الهضم، لان اذا كان سوء الهضم ما كاينش امتصاص، طبعا ما كاينش كاع امتصاص، لان كان سوء الهضم ما كاينش امتصاص، لان المغذيات ستضيع مع الفضلات، يعني لا ياخذها الجسم، الا ان بعض الاعضاء مثلا بحال الاشخاص اللي مزولي المراره هادو لا يمتصون الدهون، لا يهضمون الدهون ولا يمتصونها، يعني بمعنى انهم اكلوها او لم ياكلوها فهو سواء، من الاحسن ان لا ياكلوها لانه غادي غير يضيعوها. يمكن الناس كيعجبهم زيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون ما عندوش المراره، ويعني لماذا؟ لان هذه صفراء المراره هي التي تستحلب كتذوب هذيك الزيت. نعم. هو ما بقاش عنده، يعني ليس لديه يعني مراره، نعم لا يستفيد منها، فهذه الزيوت هي ترمى مع الفضلات ولا يستفيد منها، الا ان تكون بعض الحمضيات الحره في الاغذيه قليل منها الى حدود 2.5 حتى 5%، ولكن ليس هناك. امتصاص الدهون عند